السلام عليكم متابعين ديالنا، لاباس بس عليكم. انتم تكونوا باحسن الاحوال ان شاء الله في العالم. انتم كتشاهدوا الفيديو، نهار كبير هذا كما كتشوفوا، ماشي نهار ديال الصدقه. اليوم قبل النهار ديال الصدقه ان شاء الله، اليوم جاي عندنا واحد الناس عزازين بزاف، كنتوا ديجا شفتوه معنا داك العام فاش مشينا لمدينه طنجه، اكيد كتعرفوهم. هو خويا هشام وخويا بوجمعه واختي نوال واختي لطيفه، مرحبا بهم عندنا. نهار كبير هذا جاو عندنا صراحه الله، ولاول مره غتزورنا اختي نوال وخويا بوجمعه. نتمنى يعجبهم الحال صراحه الله، نهار كبير والله. انا كلمات مشاو لي ودابا راهم داخلين اخويا، دابا حنا غادي نستقبلهم هنا. تما كتشوفوا الحمر الحليب والتمر والقرقاع. صراحه داك الوقت ما كثر كاع نزيد نستقبلهم ما كثر ساعه. نحيد الحليب، قال لي سما، قال لي ماما، قال لي حليب. اييه ودابا ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم المشاهدين ديالنا، دابا غادي نقوموا ان شاء الله باستقبال خويا هشام. كوم كوم كوم، ويلكم 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 ويلكم. واش ويلهم ولا ويلكم؟ ويلهم ويلهم. ويلكم 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 خويا هشام، ويلكم. اوي بارك عليكم خويا هشام. ودابا اختي وفاء شنو موجود لهم تما؟ الله الله الله، تقديم المزروب اللي درت انايا، راكم عارفين وقع لي واحد المشكل. ودابا غنمشي حتى لمدينه فاس، عرفتي واحد الزربه وواحد لابريسيون. خويا معاك تمشي ناجي وتجي ناجي ان شاء الله. تكلم ايوب. والله على عمي هشام اكيد هذا الراجل. راجل طيب هشام، المرتجب القوي ديما. والله يا اختي الجديد هذا هشام. هشام القوي ديما. السلام عليكم. كيف داير هشام؟ كيف عام؟ ها هو جاي ادم. السلام عليكم هشام، كيف كيف هشام؟ دايرين لاباس عليكم؟ خويا بوجمعة لقيتي، مرحبا بكم اختي بوجمعة. مرحبا مرحبا. تفضل با هشام تفضل. دير دير عمل عمل. يا ماشي مشكل خليها. راه حنا نهار مشينا عند هشام سيمانه وحنا كناكلوا. والله العظيم والله الا ليل ونهار. وفاء بغات تسلم شويه. انا نزيد نعلقوا شويه. السلام ديال العياله تيطول شويه. المهم حنا غادي نديروا بوز. نجيب لك طاكوس. الله الله، من طنجه. بسم الله. شوفوا قال لي هشام، قال لي راه حنا جايبين ديبو ديال الحلوه. قال لك جايبين ديبو ديال الحلوه. كما كتشوفوا مسكينه اختي لطيفه دارت لنا كادو، تكلفتنا بالحلوه ديال الصدقه كامله تقريبا شي 200 حبه اللي دارت، 5 الشكاش. شكرا ليها بزاف اختي لطيفه، راه احسن ماكله واحسن ولا التعامل ديالها على كل شيء. تبارك الله اختي لطيفه تكلفت كما قلت لكم. هاك اختي لطيفه خويتي وقيله هذا جبتيها. الله يكبر بيك لاله اختي، يا ربي امين يا ربي. هل ديبو با هشام هل الله الله الله، غير الخير غير الخير غير الخير. حيد البلا والباس، حيد البلا والباس. اسمع 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 تضحك اسمع اسمع الخير شي ديال الفار. معليش معليش ماشي مشكل ماشي مشكل. انا اخوتي قلت لكم قبيله راه خسرات ليها الكاميرا، دابا حالي راه كنصور غير بالتليفون، ما كنتش ناويها كاع. قبيله جات نصور كنجيب اخيرا. اش هاد الشاب هشام بخير؟ اللهم بارك. قلت لكم كنوجد الكاميرا على اساس باش غنصور هاد اللقطه مع خويا هشام وخويا بوجمعه، الاستقبال ديالهم وهذا. تنشعلها ما كتقراش كارت ميموار، تنقول ويلي كيفاش باش تقرا كارت ميموار؟ كيحسب لي كارت ميموار اللي خسرات. مشيت شديت كارت ميموار درتها في الليكتور خدمات، يعني المشكل في الليكتور. اذا دابا خاصك ضربها ضربها لفاس. دابا غنمشي حتى لفاس انا حط الكاميرا طريق بارا وغنمشي الكاميرا. انا غادي نكمل معكم اخوتي ضروري. وفاء هي اللي غتكمل معكم. وسمحوا لي اخوتي والله العظيم هذا الفيديو راه جاي في واحد الدكتور. هذا الدكتور راه جاي في واحد الدكتور. والله الا بزاف الله يكبر. يعطيكم الصحة انتم الله يكبر بكم. السلام عليكم يا اخوان. والله ما عرفتش اخويا
راه انت كتدخل فاس ما كاين لا سلام لا خد فاس انا ديري خد فاس فاس ديما ديريكت امين اخويا بوجهك الله يرحم الوالد الله يكرمك. المهم بايش امرا كان دار لنا واحد العراضه ملكيه طلعنا عند الشمال هذا الصيف اللي دار الناس راه تتفرج كاين اللي ما تفرجش يرجع يتفرج يتفرج بايش سي بوجمعه حتى هو كبر بينا بوجمعه احسن ترحيب بالديريه بوجمعه في طنجيك الله يكبر بك ابو جمعه هادو معرفه خير اصدقاء كبر في عزكم ان شاء الله معرفه ديال الخير اقسم بالله احسن الصيف الاسيوف اللي دوزنا الاسيوف الاسيوف ما عرفتش سميتها روسيه ولا شي هذيك هي والله خويا من احسن خويا سي حمزه توحشنا سي حمزه لاباس كلشي مزيان سي بو جمعه سي بو جمعه وقيلا ما عمرو جا في الوليد لا ان شاء الله غادي نشوفو ولكن هنا ان شاء الله نشوفو في الكاميو غادي نمشي نجيبو العنب يلاه خويا تقدم اخويا يلا بسم الله كنت مع اختي وفاء ايوب راه مشاتي كما داكم اخويا كما داكم فاس انا بقيت مع حسب الكاميرا كما شفتو اخوتي راه دار كارت ميموار باش يسجل واحد اللقطه وقالت له ما باش تقرا كارت ميموار وفاش بدلها قال كارت ميموار خدامه والكاميرا اللي فيها المشكل دابا راه مشى بالزربه باش يصورك مع عارفين دابا المهم الكاليتي قبلوا عليها راه بان فيش هذه زوينه راه التليفون ديالي هذا هذا التليفون ديال اختي وفاء شوفوا قولوا لها قولوا لها واش الكاليتي ديالو مزيان واش التليفون ديالو خايب قولوا لها فليك لي كومونتير كما كتشوف اخوتي كطيب باينه دغميره اختي وفاء دغميره هذا بصح دغميره كما كتشوف اخوتي استقبلنا الضيوف ديالنا دابا خليناهم يرتاحوا شويه معاكم عارفين السفر والبعد هما جايين مساكن مدينه طنجه راكم عارفين حنا هادشي من هنا لهنا كنعياو وهذا النهار هذا بالضبط اليوم الحراره زايده اليوم 38 حراره اليوم قلت لك سولتك قلت لك شحال الحراره كاينه في طنجه قالت لك طنجه زايده على زايده زايده بزاف كاع باش كنت تما 40 وكثر اي وكما كنتي دابا اختي دبر كتقاد ديال مسكوته هنايا كتخدم مسكيتات كتخدم مسكوته وانا هنا راني كندير كنضرب بسطيله ديال الدجاج ها هي ديجا درت اللحم حيدته وهنايا راه كاينه دابا كنلف البصله عاد نلقى داك مهار في المرقه ديال البصله بحال شكل ديال الدجاج مدغمر يعني كتغمريها مزيان وكترقع عليها البيض وتخليها تنشف مزيان داك الماء ديالها باش ما تجيش فازقه البصله وكتعمر كديري اللوز وكديري بزاف داكشي الاخر وغنوريكم حاجه واحده اخرى يلاه معايا بساطي تحيه اختي نوال انت وفاء قولي لنا شي حاجه تزادت هنا ولا شنو هنا قيله ما بان لينا والو انا لا ارى كانوا جوج باقي عاقل كانوا جوج ما عرفتش انا وحده فيهم اللي تزادت دابا فين هي اللي تزادت فيهم تيبان لي اللي من لهنا من فوق وراه اللي من هنا اللي تزادت والله لا لا اللي من هنا ما فهمتش والو في هادشي والله انا كنت واقف معاهم كاي هادي اللي تزادت هادي اللي الاخر هادي اللي تزادت هادي هادي اللي الاخر كما قلت دابا خاوتي درنا الخزانات هنايا على حسب الكراسي غادي يجي تريتور غدا ان شاء الله وغادي يستف الكراسي ديالو كاملين هنايا في هاد البلاصه هادي جاتني نفسي بحال اللي ماشي دارنا تبدل عليك ما كرهتيش اختي وفاء يبقاو ديما هاد الخزانات هاد زعما نخليهم زعما بارازان والله عليك خليهم غدا فيها لاصقه لهم فوق ديكور واعر هادي مع شكون حلق هنايا هادي واش كانوا دايرين شي زواقات الفوق وخلا كانوا مزوقين البلاصه هادي كما قلت لكم اخوتي دابا ان شاء الله مازال غادي يجي ان شاء الله التريتور غير جا دابا مول الخيمات يلاه ركب الخيمات هنايا قاد هادشي ان شاء الله راه حنا بشويه بشويه غاديين وحنا تحت الدعوات ديالكم اخوتي شكرا لكم بزاف وهادشي صراحه هاد الله بلاصه شكال دابا بيسين واحد اخر عاوتاني معاهم انفصل على بيسين وشكرا لكم اخوتي شكرا بزاف على التشجيع ديالكم كتشجعونا بزاف انا وايوب وكتسولوا فينا بزاف شكرا لكم بزاف اخوتي وليد سولوا فينا قال لك يبقى سفيان اييه انا مازال حي الحمد لله مسكين اخوتي راه شي غير حيت تنهضر معاكم راني بخير دابا فهمتيني اهم حاجه من الخلعه مسكين داز عليه بهذاك الكلب وعليني داك تنساش اخويا ياك المهم اللي سمع شي واحد عنده كلب مالين هو ما يمشيش عنده ضيف لا هذا ما يدورش عنده لا والو تقولي لي ربطوا اللي سمع شي عند شي حد كلب مالين هو ما يمشيش عنده نصيحه الاخوه صعابي صعابي نصيحه انا والله اخويا اش كنت بغي نجبدك اختي علاش اجي نقول لك انا ما عرفتش واش بغى يجبدني ولا بغى يجبد لي مصارني هذا واحد انا بان لي بحال بغى يجبد لي مصارني لا نقول لك يكون بغى يعضك راه عضك كبير واختي راه الله اعلم المشاهدين راه شافوا اللي كاين انا قلت واخا ما شافك كتغرق قالوا واخا راه كيغرق خدام شي جبد واخا ما غاديش يجبدك فمه ما يمكنش يجبدو بيدك وهي غايجبدني فهمتي غايجبدني ميت كما الا حكمني شي حكمه هي غايجبدني ماشي ما يجبدني هو غادي يجبدني الله اكبر يلا اخوتي خليكم على بما جاء ايوب ان شاء الله نوجدوك السكروت ديالنا ان شاء الله غادي نشارك معكم كل شيء جاتك اللون ديال هذه مع ديال الخيمه مقاده اخويا مقادين الله يرحمك غيكونوا ان شاء الله هانيين الحاجه اللي درناها غادي نشاركوها معكم على دليل على هذا باللي ايوب راه ملي خصات الكاميرا تترون واحد ترون حقاش يبغي المشاهدين يشوفوا احسن كاليتي واه شي حاجه زوينه كيبغي حد دابا قالك شي على زهر بصح مجد ومجد حتى الاخر وداكشي باش بقى معايا خويا سفيان انا معاك اختي كيصور معايا ايوب دابا راه مشى باش يصوب الكاميرا الكاميرا ان شاء الله الحاجه اللي درتها غادي نوريها لكم ان شاء الله اخوتي وتحياتي لكم هنا وقبلوا علينا وقبلوا علينا خويا
ونهار كبير هذا معنا السي هشام والسي بوجماعة والعائلة كاملة مجموعة. أنا ولا جبلي الحال الله إلا شفت الدار ديما مجموعة. والله العظيم والله العظيم إلا الحمد لله قم كيف راح أقسم بالله دابا تقريبا عامين ولا متلاقين؟ عام عام جاتني بحال عامين عام دارت العام شحال وعام ومشينا عام وخمسية هشام قال لك عام وخمسية وربعة دقايق وستة ثواني نتمنوا النوى ان شاء الله تكون بخير وعلى خير في صحيحتها وبنيتها امين امين يا ربي ونتمنوا ديما ان شاء الله الفوق الفوق ان شاء الله نشوف كتسمعوا شي كلمه لا لا والدهم الله يعطيهم الخير مرحبوا بينا الله يعطيهم الخير صافي دابا ان شاء الله احنا معروضين من دابا سلام اختي وخا ومرحبا باختي خاولة لالا اختك حبيبه شكرا لك بزاف كما كيشوفوا المشاهدين بعد ما دار اختي كاسكروت قال لك والو نعاونكم يعني مسخين درك لا ضروري كنا مجلش نجلسوا المره ما كنت ولكن بالله اختي راه كنا دابا كنحسبوا راسنا عند العافيه ديالنا خاصنا نعاونوكم قال لك الصديق ديالك الحبيب ديالك تعرفي فقط الثاني هي فقط الشده هي لالا خاولة الشده هي هذيك ماشي مشكل وتبارك الله على اختي لطيفاكم عارفين انا ديجا ماشي مره ولا جوج اللي قلت لكم تبارك الله اللي عندها مع الطياب مع الحلويات هي والله ديالها توحشت المشاهدين ديالكم حيت عندهم ديك الكومونتير زوينين لا لا اختكم لا ان شاء الله راه قريبه انا غنولي نشارك معكم المقاطع معاك هذاك الشيء قسم لكم بالله دابا البسطيله درتها وبزاف ديال الحوايج كنت يعني غلطه فيهم يعني احنا كنتعلموا ضروري انت ما كتزادش من معارف وبزاف الحوايج كنت غلطه فيهم اختي خاوله واختي لطيفه وراوني بزاف الحوايج وبزاف الاسرار اللي بغات تزيد تعرف اكثر شي كيستافد من غادي دير اختي القناه ديالها وغادي تدخل خاوله جايه ان شاء الله غادي تفتح قناه الانستغرام ديالها راه كتحط فيه الشهيوات تبارك الله عليهم داك الشيء ما شاء الله عليهم وكلشي بزاف ديالكم اختي والتاويل والتعامل ما عندي ما نقول فيه حطنا على اختي وافا وما نشكروني دغميرتي صراحه ضد جيش لا لا قالوا لي غير شنو انت ما نقول لك راه لا لا قالت لك الاستاذه شي حاجه زوينه زوينه قالت لك شي حاجه زوينه زوينه الله يكبر بك اختي خاوله ولا قالت لك خايبه انا واخا تكون ديالي نقول خايب هذاك الشيء اللي كاين عندي نيشان بحال هكا تبارك الله عليكم واخا تكون ديالي الا ما كانش طالعه مزيان نقول ما طالعش اي لا تبارك الله عليكم انا بعد جميع الحال واحد يحسن قلت لاختي الا طفت الدخان قد انا هذه وانت قد ديالي لا حنا باش ندير المصافقه ودات واحد الوحقه ديالي فاش دات الورقه دردرات القرفه والسكر عرفتي وجات الديده الورقه حسيت بما تجي واعره طاروش فين مع خناطه عاوتاني تبارك الله سير ما نعطلكش هذا الثقل سير المشاهدين ديالنا كما كتشوفوا دابا نوريكم بالصلاحه واحدكم كيقول لكم غادي تجي في التالي جات غزاله ما شاء الله وديكوراتها اختي مشات لي مشات لي الهضره صافي ديكوراتها اختي خوله ياك ديكوراتها اختي داكشي اللي كاين فهمنا كثير على الله وا دابا شوفوا راه قادين حاجه واعره شوفوها انتم هذه الوفاء اللي جمعت لا اختي بسطيتكم نتوما هي غا جمعتها جمعتها وضربتها بنص دابا شنو هي الحاجه الصعيبه في البسطيله ضربها بنص
تجمع الضربه بس اللي درتي لها انت اللي صعيبه هي ديك الطويه كان اللي ما تعرفش كتجي ديك الطويه كتجي شويه صعيبه تقدر كاع تقبل ورقه لقات ورقه كتقول انتي زعما هادشي كامل دزتي بخير وعلى خير ايوا دابا تشوف اللقطه راه ما كانش عيب دابا شوف اللقطه تموت بالضحك اش كتقولي انت خولاتي هادشي ديال الصلاه صراحه صلى على النبي عليها غادا تحسن في السطيف غادا تحسن يعني ما بحس ليك لا غادي ياك غادا ماشي مشكل شنو ندوزوك هادي راه غادا في تحسن راه غادا الحمد لله اللهم لك الحمد وقبلوا علينا تحسن وزيدوا الصداق لا لا غادا تحسن وهي مستحسن تكون غادا في الصداق بدا تجمع جمع شو الا كان بحال هكا يخليك بحال هكا انا قابل عليك والله العظيم يخليك اصلا ما كانش مستحسن قال لك خليك انا قابل عليك غادي يبيع الفلوس ضرب ناقص ها هي وحده دابا المشاهدين اخوتي نعطيكم دابا شي نطل لجنه التحكيم نعطيو الرجال دابا شي يدقوا البسطيله الله يرضي عليك غادي تعيط بوحده طولت الرجال بوحده هذه ديال الرجال هذه اييه يعني تال انا اخوتي غنقول لكم بالسلامه عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله ما شتوني ما شتكم حتى غدا ان شاء الله وهذا العصر كما كتشوفوا كدات اختي سعاد فاتحه ابلي زبيده وفاء بدا واحد لا وفاء بدا واحد القضيه باش تعرفوها وفاء غير كيجيها النعاس عيات صراحه الله يكفيك كلشي لطيفه دارت بحال داك العوده ولا العوده واحد خينا كان واحد خينا كان كما المهم داكشي ديال المتبوقات ونسى على سميتو هو سميتو فيصل نسى على سميتو بقى كيقول ويلي دابا نسيت سميتي اش غندير ما ندير ويلي خصني نقلب على سميتي بقى غادي مشى لدارهم بقى كيدق حل باه عليه الباب قال له فين تعطلت يا فيصل قال له فيصل الله يرحم الوالدين عاد تلقاها واش شنو وقع عليا مات الله يرحم هاد الدري لا لا غدا العشاء غتكون طم بالكفره تعياي دابا المشكل عاد زيد لا لا بالعكس والله لا شي بالعكس كيجي الانسان كيديروا يعني ماشي دائما وقليل الانسان باش تكون بحال هكا لما مجموعه والعائله كلها كاينه يعني الانسان يغتنم فرصه بحال هكا ويكون ويضحك وينشط بالعكس تيجي بحال هكا والله العظيم راه تنقيلوا بوحدنا في الدار يعني قليل باش تكون بحال هكا العائله مجموعه حنا فرحانين اليوم كلشي كاين وما قدنا فرحان زعما الصراحه لا لا اختي والله غادي نمشي دابا هادشي هادشي ولا ونوال وناديه وكلشي فاتحه صراحه ضل كلشي كلشي كاين وتحيه ليهم كاملين وكنشكرهم وكن والله العظيم الا كيجي معاك المعقول غير هو خسرتيها بداك الاخر محلول من فوق تما غير سدي فهمتي ولهذا اتوي كلامي هاك آه كلار عليك ما تقولهاش دابا الصوره مكموله دابا ما تعتقش ما تخافيش بصلا راه بردت يلا شكلوها خوتي حتى انا غنقول لكم انا بسلامه عليكم السلام عليكم اخوتي وصلوا لي براسكم الى فيديو اخر ان شاء الله ها اخويا كتقول انا اختي تنتبعوا زيد 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 لا لا ماشي مشكل ها هو المزغوب اخوتي الله يعاونكم اخوتي الى فيديو اخر فين هرب فين هرب انت عيبتي حماق على البسطيله ديال الحوت ديال الدجاج ياك ايوب انا فيما كانت البسطيله انا ما عنديش مع الحوت بزاف البسطيله ديال انا دجاجي كيعجبني الدجاج فيما كان الدجاج انا كاين هذا هو اللي كاين اخوتي المهم الله يعاونكم انتوا ولا مبرعين نهار كبير هذا معنا السي بوجمعة خويا هشام الله وفاء خويا احمد السي سعيد مجموعين الحمد لله العائله والحباب والصحاب احسن حاجه هي هذه اللمه هذه كنكونوا مجموعين ندوزو قيد زويون نضحكوا ونشطوا بيناتنا ذاك هو الاهم وبالحضور ديال السي بوجمعة خويا هشام تبارك الله راه توحشناهم شحال هادي ما شناهمش واحد المده اللي هي طويله دوزنا واحد وقيت في الصيف والله العظيم الا داك الشيء داز ياسر صحتك الله يحفظكم 22 يوم ما حسيناش بها مشينا باش نجلسوا 4 ايام ونجيو والله سيدي انا دازت والله العظيم 22 يوم والله العظيم دازت والله العظيم باش نعاودها باذن الله الله يسعدك اخويا العزيز الله يكمل والله يكمل عليكم بخير الله يسعدك ويرفع عزكم ان شاء الله تحياتي للمشاهدين قناة البهجات المشاهدين قبلوا علينا الطبله قدوها الرجال يعني اللي شفتوا داك الشيء مخربقس الكيسان من هنا وكيسان من وهذيك صافي الوسط ملعب ديال الكره هذا صافي واحد النقطه دعيو مع خونا ابو جمعة ان شاء الله يكمل له واحد 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 ان شاء الله هذيك هذيك مفاجاه ان شاء الله باذن الله غتجي واحد الوقيته ان شاء الله وغادي نطلعوا لطنجه وغتشوفوا واحد المفاجاه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الله يكمل بالخير يا ربي امين والمناجر هو هشام خلاص معروفه هذه مولا سوب ديال بواسون معروف هو هو هذا معنا حاضر هنايا هذا راه كبير اللي شاف ولكن ما كيطيبش غير كيدوق غير كيدوق وكيتحرك بحال انت سوفيا شنو غتخدم لي انا غنخدم ان شاء الله عليه ليفرايزون مع بابو جمعة ان شاء الله ان شاء الله هذا معك يلا دابا غنخليكم حنا غن لا مازال ياك مازال هو سير الله يعاوننا ويعاونك صافي جريت علينا يلا صافي سير يلا بخدموا راحتكم تهلا يك تهلا يك ايوب شد لك شد لك شد لك بركه قال لك ما شفتش الطاجين واقيله
بالحمد لله. قال لك سير جيب طاجين. يا باغي يزيد ياكل. كي جاكم كيفاش خير بالسطيره؟ سير طلع الطاس. بالصحة والراحة خويا، بصحتكم وراحتكم. الله يحفظك.